إلى بركة الله مشاهدينا الأعزاء مستمعينا الكرام، انطلاقة موفقة بعون من الله تعالى. نتمنى للجميع التوفيق والنجاح والمزيد من التقدم. هذه شعارات أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل: انطلاقة واندفاعة وقوة وإبداع. بهذا الشوط الجموع وهذا الكم الهائل المشارك بهذا الشوط، أعداد هائلة، شعارات عديدة أتت المشاركة من دول الخليج، نرحب بهم أجمل ترحيب هنا من هذا الميدان، ميدان الشحانية. وهذا المهرجان الذي يقام تحت رعاية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أطال الله بعمره، هذا المهرجان السنوي الذي يتمناه الجميع، يتمناه أبنائي مجلس التعاون لدول الخليج العربي لبعضهم البعض. هذا ندل على شيء، فإنما يدل على حب الجميع، حب أبنائي مجلس التعاون لدول الخليج العربي لبعضهم البعض. نحن أخوة وفي أرض واحدة وتحت سماء واحدة، ديننا واحد وعاداتنا واحدة وتقاليدنا واحدة، أرضنا أرض العروبة والنسب والدين واحد. أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء مستمعينا الكرام، كما قال المثل العربي الشهير: من جد وجد، ومن زرع حسد، ومن سار على الدرب وصل. إذا نتمنى للجميع التوفيق والمزيد من التقدم لإخواني ملاك الهجن. ونعود إلى مقدمة الشوط، وهناك الشبح. يا سلام، الشبح مشاهدينا الأعزاء في مقدمة الشوط، تعود ملكية لسمو الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني ضمر السيد حمد بن حسين بن جرحب المري. أما في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم اللي في المركز الثاني، ويضمرها أيضا فهد بن حسين النعيمي اللي هي براقة. براقة في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ويضمرها فهد بن حسين النعيمي. تليها مباشرة في المركز الثالث شعار سمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم الدرعية، ويضمرها أحمد بن حماد المحيربي في المركز الثالث. أما في المركز الرابع الغزيل، الغزيل في المركز الرابع أحمد بن محمد بن علي في المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء اللي غيرت إلى موقع المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم اللي هي سرابة، يضمرها سيد راشد بن حمد بن غدير الاجتبي اللي في المركز الرابع. اما في المركز الخامس مشاهدينا الاعزاء الغزيل تعود ملكيته للسيد احمد بن محمد بن علي اللي في المركز الخامس. اما في المركز السادس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمرها السيد محمد بن سعيد بن حلوه اللي في المركز السادس. هناك من الجانب الايمن اللي تسللت، هناك نريد ان ناخذ نبارك بن حويل الشهواني اللي هي سهم، وسهم اتجاهها من مسافتنا الخمسة كيلومترات ما تبقى الى المركز الرابع مشاهدينا الاعزاء، الى المركز الرابع. المركز السابع او اللي هناك غيرت اللي بن حسين يضمره، نشوف حامل 98 هناك قحفيه صفراء لسمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان، يضمرها السيد عوض بن مظفر بن محمد العامري اللي في المركز. وهناك من الجانب الايمن لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمرها السيد سيف بن احمد بن خريده اللي في المركز الثامن. وهناك يا سلام، يعني تغيرات جاريه مشاهدينا الاعزاء الغاليه وغاليه على قلوبنا في المركز التاسع. السيد ضابط بن سلطان الدوسري في المركز التاسع، والمركز العاشر للفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. هناك في المركز عبد الله بن نايفه الهاجري اللي يضمرها في المركز العاشر مشاهدينا الاعزاء. العاصفه العشر المراكز الاولى مشاهدينا الاعزاء بالوفاء والتمام عددناها لكم كامله مكمله. ونعود الى مقدمه الشوط الى الشبح، والله يستر من الشبح. الشبح مشاهدينا الاعزاء الرعبة الجميع والمشاركات معها بهذا الشوط. يا سلام، الشبح في مقدمة الشوط ولا زالت محتلة مقدمة الشوط،
ولا زالت محتله المركز الاول لسمو الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز ال ثاني، ايضا منها حمد بن حسين بن جرحب المري. اما في المركز الثاني يا سلام لسمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم، وايضا منها احمد بن حماد المحيربي هي اللي محتل المركز الثاني. مشاهدينا الاعزاء الدرعيه في المركز الثاني، مشاهدينا الاعزاء والمركز الثالث السرابه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ايضا منها السيد راشد بن حمد بن خريده بن غدير الكتبي اللي في المركز. اما في المركز الرابع يا سلام اعددناها لكم مشاهدينا الاعزاء في المركز العاشر، والان في المركز الرابع للفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم اللي هي العاصفه في المركز الرابع، ايضا منها عبد الله بن نايفه الهاجري في المركز الرابع. المركز الخامس يا سلام يا سلام لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم اللي في المركز الخامس، وايضا منها احمد سيف بن احمد بن خريده في المركز الخامس. المركز السادس لسمو الشيخ سلطان بن زايد ال مهيان، ايضا منها عوض بن مظفر العامري في المركز. اوه يا سلام الظبي الظبي واصله بكل قوه وبكل جداره، وتعود ملكيه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وايضا منها احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. يا سلام يا سلام، اذا المعركه طاحنه القوه والابداع، ونعود الى الدرعيه. الدرعيه في المركز الاول لسمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، ايضا منها المتميز احمد بن حماد المحيربي هي اللي محتله المركز الاول. اما اللي لاحقه في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم اللي في المركز الثاني، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم اللي هي السرابه، والسرابه تغير النتيجه لصالحها. ايضا منها السيد راشد بن حمد بن غدير الاجتيبي. يا سلام، تغيرات وانطلاقه وقوه وابداع، حد استسلم يا جماعه وحد كمل، حد يستسلم بهذه الموقع وحد يكمل، يعني هناك سرابه في مقدمه الشوط، ولا زالت في المركز الاول خماسيه على مقدمه الشوط، يعني احترنا وين نذيع وين هناك مقدمه وهناك سيطره، هناك من يود الانطلاق ومن يود الاندفاع. المركز الاول والثاني وين خبروني يا جماعه وين الشاحنيه. يا سلام لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعد المكتوم، ايضا منها السيد سيف احمد بن خريدة اللي في المركز الاول. المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم اللي هي سرابه، 200 متر ما تبقى عن نهايه الشوط، 200 متر ما تبقى عن نهايه الشوط، والشاهنيه لا زالت في المركز الاول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعد المكتوم، لا زالت في المقدمه. وتهانينا لك يا ابو راشد، تهانينا لك على هذه الانجازات الرائعه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعد المكتوم. المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم. المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعد المكتوم. المركز الرابع لسمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم. المركز السادس سعد بن علي المري. المركز السابع او السادس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعد المكتوم. المركز السابع لسمو الشيخ علي بن عبد الله بن خليفه ال ثاني ولبن يهويل وللفريق واسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعد المكتوم. محمد بن حمد اليهويل المركز السابع. المركز الثامن لسمو الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان، ودخول جماعي الى خط النهايه. اذا مشاهدينا الاعزاء لحظات ونوافيكم بالتوقيت الزمني، التوقيت الزمني الى صاحبة المركز الاول مشاهدينا الاعزاء الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، قطعت المسافة بثمان دقائق وثلاثة وعشرين ثانية وسبعة اجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعد المكتوم. المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم اللي هي سرابه، قطعت المسافه بثمان دقائق و23 ثانيه وسبعه اجزاء من الثانيه.
17 الزمن الثانية، المركز الثاني، المركز الثالث. المركز الثالث الضبي اللي اسمه الشيخ حمدان بن راشد من سعد المكتوم، قطعة المسافة بثمان دقائق و24 ثانية و 12 جزء من الثانية. تهانينا لاسمه الشيخ حمدان بن راشد من سعد المكتوم واللي مضمرها